السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من قبل وبعد أنا نقول نوصل لكم واحد الميساج للخوت الله يرحم والديكم، بقاو في ديوركم باش تعاونوا السلطان اللي كيخدموا علينا 24 على 24 قيمتي تقوم نون أمزة تشال أمزة تشال. الله يجزيكم بخير، وكنشكر السلطات الإقليمية جميعا، وكنشكر الأطباء والممرضات وكل شيء اللي كيدير شي مجهود هنا، اللي كيدير شي مجهود، لا العساسة لا فاندميناج لا اللي كيطيبوا الماكلة، كنشكرهم بزاف 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 على سميتو التخسيرن وانا تقديم التخسيرن تي زويري تي محاد نكشم نكينا حسيت بشي اعراض شي 10 ايام، شي اعراض ماشي ما قاصحينش، ولكن انا بقيت 10 ايام في الدار وجيت هنا واستقبلوني دوزوا لي الراديو السدار جميع المسائل، قال لك غاتجلس هنا نديروا لك التحليله، داروا لي التحليله، خرجت التحليله، داوني لواحد لا شومبر، تبعوا لي التريتمون ديال الدواء، كيجيو عندي بالليل وبالنهار كيجيو عندي، وكنشكرهم بزاف، وكنشكر لي كلشي اللي كنشكر السلطات الاقليميه اللي عاون السلطه كلشي كنشكرهم، وكنشكر اللي وقف معنا في هذه اللحظه ماديا ومعنويا، كنشكر كلشي اللي وقف معنا في هذه اللحظه ماديا ولا معنويا. والله يجزيكم بخير، والله يرحم والديكم، تبارك الله عليكم.